الحمد لله الذي بيده تصريف الأمور، وهو الرحيم الودود الغفور الشكور. والحمد له على عطائه المتواصل الممدود بلا انقطاع وفتور، وهو مالك يوم البعث والنشور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده المصطفى ورسوله المجتبى، الذي قدم للإنسانية جمعاء من عميم الخير والعلم الموفور، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتطهير الإنسانية وتزكيتها من أرجاس الفسق والفجور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، هذه هي الحقيقة التي لا تنكر، أن الإسلام دين شامل كامل ونظام متكامل يمتاز بين سائر النظم الأخرى، وإنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يحل جميع القضايا والكوارث وجل الأزمات الحضارية، وإنه دين حي خالد يستطيع أن يجدف سفينة الحياة الغارقة إلى فساد إلى ساحل الأمن والسلام، وإنه شريعة سمحة بيضاء، شريعة الله الغراء، تستطيع أن تسائر الركب البشري في عصر التقدم والتطور، وهو حامل القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا سرحنا الطرف إلى متمخضات التحضر وإلى العصر المتمدن المتحضر، فنرى أن هناك أزمات كثيرة وقضايا جمة، إن هناك أزمات سياسية واقتصادية، أزمات اجتماعية وعلمية، أزمات إنتاجية واختراعية، أزمات تربوية وتعليمية، أزمات إنشائية وعلمية، وأزمة ترك الشعائر وتقليد الأجانب. ولكن أيها الإخوان، إن نريد أن نحل جميع هذه الأزمات والقضايا والكوارث، فعلينا أن نرجع إلى الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. وإذا فكرنا وطالعنا تاريخ الأمة الإسلامية، فنرى المسلمين أنهم لما قلدوا الأجانب وانحرفوا عن الإسلام فوقعوا في الأزمات، وإذا عملوا بالإسلام فالإسلام هو الذي حل جميع قضاياهم وأزماتهم. ولكن اليوم يريد الغربيون والأوروبيون ألا يبقى الإسلام في هذا العالم، لأنه دين قديم، وهم يريدون أن يقضوا على الإسلام والمسلمين. والسبب يرجع عن الحلال السماوي، عن الدين الحنيف السماوي، وبما كسبت أيديهم، حيث قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن المسلمين اليوم يتبعون دينا سوى دين الإسلام، ويقعون بها في مشكلات ومصائب. هذه حقيقة ثابتة، أن الذي يبتغي دينا سوى دين الإسلام فهو دين مردود، وإن الله لا يقبل منه أي عمل، وإنه لا يفلح في الدنيا، وإنه في الآخرة يكون من الخاسرين، حيث قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخواني في الله،
يجب علينا أن نفهم الإسلام فهماً صحيحاً، ونمهد الطريق إلى قبول الإسلام للأغيار. ولا بد لنا أولاً أن نصبغ أنفسنا في صبغة الله، كما قال الله عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ونكون حاملين لواء الإسلام، ونعيش عيشة راضية مرضية، ونلعب دورا هاما بارزا مثاليا نموذجيا، ونقدم أمام العالم المتحضر. لأن الإسلام هو الذي يستطيع أن يجدف سفينة الحياة إلى ساحل الأمن والسلام، وأن الأديان الأخرى كلها باطلة، وإن الدين عند الله الإسلام. أنا أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.